للمزيد ينضم إلينا من الدوحة زميلنا عوض الغنام موفد أكسترا نيوز بالعاصمة القطرية الدوحة. عوض أهلا بك في البداية، ولو تكلمنا يعني بتفاصيل أكثر عن المباحثات والاتفاقات التي تم توقيعها اليوم. نعم زميلتي ريهام، هي زيارة اقتصادية بالدرجة الأولى نظرا للاتفاقيات التي تم توقيعها وطبيعة المباحثات التي أجريت على مدار اليوم. عقب وصول رئيس الوزراء كما تعلمين كان هناك استقبال رسمي في المطار، وتكرر هذا الاستقبال الرسمي في مقر مجلس الوزراء عقب استقبال سمو الأمير أمير دولة قطر لرئيس الوزراء. ثم بعد ذلك انطلقت المباحثات الرسمية بين وفد البلدين على مصر وقطر، ونتحدث هنا عن اللجنة العليا ما بين مصر وقطر التي لم تعقد منذ فترة طويلة من الزمن. محورها الرئيسي كان هو الجانب الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار في مصر والتعاون المشترك ما بين البلدين، وكان هناك عدد من الاتفاقيات منها ما تحدثت عنه بالفعل هو إزالة كل الحواجز الخاصة بالجمارك، لأن ذلك يسهل بشكل كبير عملية الاستثمار في قطاعات مختلفة. الازدواج الضريبي هنا تحدث عنه رئيس الوزراء القطري في عقب توقيع هذه الاتفاقية، مؤكدا بأنه يمثل إضافة إيجابية في العلاقات أو طريق العلاقات ما بين البلدين على الجانب الاقتصادي، وأشاد بتجربة مصر في الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها الدولة المصرية مؤخرا والتسهيلات التي تقوم بها مصر لجذب مزيد من الاستثمار. نتحدث هنا بالدرجة الأولى عن توفير مساحات كبيرة من قطع الأراضي للتنمية الصناعية وفرص أكبر للتنمية الصناعية، وأيضا تسهيلات كبيرة للمستثمرين العرب والأجانب والمصريين بطبيعة الحال، وربما في ذلك إسقاط مباشر على التجربة الخاصة بالرخصة الذهبية التي تقلل الوقت الزمن وتقضي على البيروقراطية وعلى الروتين وتسهل مهمة المستثمر، وهو ما كان يطلبه دوما المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها. رئيس الوزراء رافقه أيضا وفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الذين وصلوا مع وصوله هنا إلى الدوحة، وغدا سيكون لديهم حضور كبير للغاية. نستطيع أن نقول زميلتي ريهام بأن غدا سيكون هو يوم رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين، ونبحث هنا عن شراكات استراتيجية كبيرة مع الجانب القطري، لأن ما لدى مصر من مغريات خاصة بالمناطق الاستثمارية الجديدة والمناطق الحرة، وتحديدا نتحدث عن هيئة تنمية قناة السويس رئيسها هو موجود هنا في برفقة رئيس الوزراء مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وبالأحرى نتحدث عن وزيرة التخطيط وعن وزير المالية وعن وزير الصناعة. وهذه الزيارة المهمة نسق لها من ذي قبل بحضور وزيرة التخطيط التي جاءت هنا إلى الدوحة، وكان لها يعني جولة مطولة استمعت فيها لآراء وأفكار عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين هنا في قطر، ولديهم رغبة كبيرة للغاية نستطيع أن نوصفها بأنها رغبة جامحة لدخول الاستثمار إلى مصر من بوابته الكبرى والعظمى في ضوء التسهيلات الكبيرة التي تقدمها مصر في هذا التوقيت بعد إصلاحات كبيرة أشادت بها عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية. واليوم القطريون كبار المسؤولين هنا في قطر أشادوا بهذه التجربة الإصلاحية الكبيرة التي عملت عليها مصر مؤخرا، لكن يبقى السؤال ما هو الذي يشتهيه القطريون كرجال أعمال للدخول إلى القطاع في مصر؟ تعلمين بأن هناك قطاعان هامان لعبت فيهم التجربة القطرية للاستثمار هو السياحة والطاقة، لكن هناك مجالات متعددة كالإنشاءات والعقارات وأيضا التصنيع الدوائي، وكنا نتحدث في الخدمات الإخبارية السابقة على أن مصر لديها تجربة سباقة، هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وفي أفريقيا في التصنيع الدوائي، فبالتالي كل هذه التجارب هي مطروحة للنقاش والحوار غدا وبعدما يصل وفد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في الربع الثاني من هذا العام كما أعلن رئيس الوزراء القطري اليوم، الذين سيزورون مصر ويتعرفون عن كل هذه التجارب على أرض الواقع. لكن هناك إشارة مهمة يجب أن ننوه إليها زميلتي ريهام، هو ما تحدث عنه رئيس الوزراء القطري حول تجربة مصر المميزة في مجال الطاقة، فمصر لديها تجربة رائعة للغاية خاصة بإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تقدمه للعالم بسعر تنافسي، والبنية التحتية لذلك قد وضعت وعملت عليه الحكومة المصرية لفترة طويلة من الزمن، مع تحول القاهرة فعليا وواقعيا إلى أنها أصبحت مركزا لوجستيا عالميا لإنتاج الطاقة لدورها الكبير
في دول شرق غاز المتوسط. فبالتالي هنا قطر لكونها أيضا من الدول العشر الأهم لإنتاج الغاز في العالم سيكون ذلك بعدا جديدا يضاف في مسار العلاقات بين البلدين. أما شعبيا وإعلاميا فهناك ذخم كبير لأهمية هذه الزيارة له ما قبله حينما زار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي هنا الدوحة، ويبقى أن هذه الزيارة تأثيرها قائما سيستمر فترة طويلة. هو ما أشار إليه بالفعل سمو أمير البلاد هنا حينما التقى رئيس الوزراء في القصر الأميري صباح اليوم، وأشاد بأهمية هذه العلاقات ليس على الصعيد الاقتصادي فقط ولكن تسبقها نمو العلاقات السياسية والاستراتيجية ما بين القاهرة والدوحة. هذا ملخص المشهد حتى هذه اللحظة منذ وصول رئيس الوزراء والوفد المرافق له. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا طبعا الشرح الوافي لما تم اليوم أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لدولة قطر. شكرا جزيلا لك عوض الغنام، موفد إكسترا نيوز بالعاصمة القطرية الدوحة.